اقدم على ربي. بس الشغل دلوقتي مش متعب يا ستي يعني في السن ده؟ متعب عليكي ولا ايه؟ على قد ما بتقدر تعمل يعني. على قد صحتي هي الظروف بتاعتها كده بيقول. هل الشغل انا عندي قبض يا دكتور عامر لو مع احترامي لك قبض 440 جنيه بتأجر. الايجار بدفع له 200. طب انت عايشه فين دلوقتي؟ انا قاعده في اوضه والناس بيساعدوني يا دكتور عمرو. طب ما حاولتيش تعيشي مع اولادك بدل ما تعيشي لوحدك؟ ما قدرتش، من نسوان فقط لغير جدتهم الله يرحمها نسوان شينا، اروح لنسوان عيالي مش مديني وش يا دكتور عمرو. انا بكلمك وانا يعني. طب انت بتشوفي اولادك؟ لا ما بيجنوش. طب هم بيسالوا عليكي؟ وانا بيسالوا. طب حد فيهم بيقف جنبك في تعبك؟ بالنسبة لهم لا، والله ما بيقفوا معايا يا دكتور عمرو. طب بتكلميهم في التليفون؟ ولا تليفون، محدش بكلم. اتصل على الواد الكبير ما بردش علي، اقول له انا مش فاضي دغري، انا مش فاضي ياما انا في شغلي. دي الكبير، اما الصغير مش بيجيني ولا بيكلمني نهائي. طب انت ولادك دلوقتي لو شايفينك تحب تقولي لهم ايه؟ لو شايفيني هقول لهم مش انا مش شلتكم في بطني وربيتكم وتعبت عليكم وفي الاخر سبتوني ورحت جدتكم جوزتكم وبتبتكم عني. لو شفتهم دلوقتي هحكي لك على كل حاجه قدامهم. انا مش عندي غلط، انا ام ارمله يعني. المفروض يجوا ويقعدوا معايا ويشربوا الشاي، حب يقعدوا معايا يروح الله يسهل لهم. انا مش عندي عايزه حد بس يبصوا في وشي، بس يبصوا في وشي بس مره يا دكتور عمرو. عملت عملية في عيني دي وردان، ما حدش قال انت فين يا امه، لا اخ ولا ولد. صح والله يا دكتور عمرو ما اكذب عليك ولا على ربنا، اقسم لك بالله العظيم وانا قدام ربنا. عملية في عيني دي والدكتور ما خد مني ولا مليم، لقي ظروف يعلم بها ربنا، ما قال امي طريقها فين وحياة ربنا. وانا بحلف بربنا ما بحلفش بربنا كذب. ويشهد علي الراجل ده. حاج محمود احكي لي قصة الحاجة فاطمة معاك. الحاجة فاطمة كانت في بلد اسمها 90 وقعدت فيها زي 21 سنة. ولما طردوها عيالها ومش عادوا عاوزينها، طبعا هي طالعة من البلد مطرودة يعتبر، واللي طبعا تعبانة وعلى قد، راحت في بلد اسمها البركتية بين الحسينية وبين سعود. عاشت 36 سنة تخدم في البيوت وتشتغل بلقمتها زي ما انت عارف. طب حضرتك مثلا ما حاولتوش تتواصلوا مع اولادها عشان تروح تعيش معاهم بدل التعب والشقا اللي هي فيه ده؟ كلمنا عيالها ما سالوش عنا، رحت لاخواتها هناك في بلد تحت منا كده بتاع اكتر من 30 كيلو بالموتوسيكل، ما سالوش عنا. ايه الاسوأ اللي في قلوب اولادها دي؟ في مش في ضمير، مش في قلب. من جدتهم العيشه بتاعتها تتنقل بقى من البلد من اوضه لاوضه لاوضه، اتنقلت يمكن اكثر من 6 مرات. طبعا هنا لا مروحه ولا ثلاجه، وطبعا في الصيف حراره، في الشتاء ميه ونطر، نجيب لها باغه ونحطها لها بسده زي ما انت عارف البيوت اللي هي الايه الخشب والسدايد والحاجات اللي اي كلام دي. يعني عيشتها عيشه، عايز اقول لك عيشه الحمد لله معلش مكروهه ومش حلو. اسمهم ايه اولادك؟ شحته السيد ابراهيم السيد، محمود السيد ابراهيم السيد. طب انا عايزك تبعتي رساله لمحمود والشحته، تقولي ايه لمحمود؟ هقول له ايه؟ هقول له يا ابني انا عزبتيه تقعد معايا شويه، نفس مره من العمر بس تقعد مع امك شويه. اخوك الكبير يجانا على مره واحده والعند الوقت ما بيجيش إلي،
لهم عم اخت ابوهم يجي لهناك يتغدى ويروح على شغله.